أصغر فرقة كورال في البلاد. الفرقة اختارت المعزوفات الوطنية نقطة بداية لمشاركتها في المهرجانات المحلية والعالمية. نتابع. اختار الشاب هيثم تعلم الموسيقى باعتبارها لغة للتواصل مع من حوله ونقل تجربته، ليغير بها اهتمامات هؤلاء الصغار ويكون منهم فرقة لعزف الموسيقى تنوعت فيها المهارات حتى أصبحت أصغر فرقة كورال سناً شرق السعودية، تضم نحو 19 عازفاً من الجنسين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً. بدأت الفرقة أنا وواحد طلابي، طلاب التوحد، كيف كان هو ما يهدى ولا يرتاح إلا بالموسيقى، يحب الموسيقى. فكرت أنه ليش ما نكون فرقة بدل أنا وياه. اتجهنا لأحد المعاهد، الحمد لله احنا الحين إلى 19 طالب متنوعين بين التوحد والطلاب العاديين. أداء المعزوفات الوطنية شكل الانطلاقة لهذه الفرقة الواعدة التي تضم عازفين ومؤدين يجيدون استخدام آلات موسيقية مختلفة وبمستويات متباينة. بدايتنا على الأغاني أو المعزوفات الوطنية، وكيف أنه الطلاب في وقت التمرين يتصلون مع بعضهم ويصيرون يتناغمون بطريقة حلوة بطريقة جميلة، تطورت مهاراتهم، تطورت تفكيرهم، تطور. تجمعهم لغة الموسيقى في حين يتواصلون مع بعضهم عبر هذه الآلات، يعبرون من خلالها عن أحلامهم وطموحاتهم. قبل تعلمت عليه هو أول شيء، وهذا هو يعني أسهل شيء هنا، فلازم يعني أتدرب قبل لا يعني هذا يعني أسوي أشياء أصعب بعدين. أنا أعزف البيانو، وكنت أعرف أعزف البيانو قبل 3 سنوات، وأول مقطوعة عزفتها هي سلام الملكي. إبراهيم أردني الجنسية يصف شعوره بالفخر لانضمامه لهذه الفرقة الموسيقية الصاعدة، فيما تواصل جمانة تطوير مهاراتها الموسيقية. الموسيقى هون غير عن اللي بعزفه أنا، فأول ما جيت هون كان يعني صعب، بس يعني كان سهل بعدين. أول ما عزفت نشيد الوطني السعودي يعني كنت فخور، كان إحساس روعة، يعني أردني قاعد يعزف نشيد الوطني السعودي، إحساس روعة صراحة. استمتعت مع العزف مع الكل، هي تجربة حيل حلوة وتطورت مهاراتي معها كثير، وأحس أن تدريب للعزف مع ناس شيء جيد. تطمح هذه الفرقة أن تستعرض إبداعاتها الموسيقية في المهرجانات المحلية والدولية بهدف تقديم مقطوعات موسيقية تعكس التراث الثقافي الوطني. من الدمام، علي اللغبي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.